بعد حرمانه منها لأكثر من 10 أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، احتفل الشاب ماهر حبوش بحصوله على قطعة من اللحم في شمال قطاع غزة الذي لا تصله المساعدات، ويشهد حالة من المجاعة. الله أكبر يابا، الله أكبر، المال الحلال، المال الحلال. أول حاجة لنا 10 شهور إحنا ما شفناش اللحمة، ما شفناش الخضار، ما شفناش الدجاج. الحاجة الثانية أنك عارف إنه بناتك بستنوا فيك، أهلك بستنوا فيك إنه أنت تدخل عليهم شكفة لحمة. أنا الحمد لله الله كرمني بضلعة، يعني بكتف خروف، فكانت يعني كانت بالنسبة لي يعني من 10 شهور فعلا إحنا ما كناش اللحمة، فكانت هي خلص يعني الإشي جعفوا مني. وحبيت أصور فيديو أوري الناس كيف إحنا من يعني من الفرحة اللي أنا وصلتها، هذه جواها معاناة. يعني إحنا لنا 10 شهور ما كناش اللحمة هذه، الحمد لله كنت لاعب كمال السام، كنت أكل 6 وجبات في اليوم، 6 وجبات ما بين لحم ودجاج، ولكن الناس شبعان. بس إحنا وصلنا لظروف هذه الحرب، هذه الحرب الطاحنة، حرب التجويع، حرب المجاعة اللي إجت علينا أشهر إحنا ما شفناش، كنا نتمنى للطحين. إلا 10 شهور ما شفناش اللحمة، ما شفناش أي مصدر بروتين ولا أي مصدر من مصادر الخضار. الله المستعان.